هل يخسر العالم المعركة مع الوباء؟ ربما. الفيروس يقاوم، يتغير ويتحور، والناس يشيحون بوجوههم عن اللقاح. 7 مليار جرعة من اللقاح وزعت حول العالم، لكن المسافة ما زالت طويلة وخط النهاية بعيد جدا، خصوصا أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعا مضطردا في الإصابات والوفيات. الفيروس يواجه، يتكيف، يتحور. سلالات عدة، دلتا، مو ولامدا، هذا الأخير على فكرة هو الأكثر قدرة على مقاومة تأثير اللقاحات، لكن ليس بالمتحورات فقط. يتقدم الفيروس على حساب اللقاح، بل العثرة الحقيقية تكمن بالإحجام عن تلقيه. روسيا مثلاً أول بلد يصدر لقاحاً، وأكثر البلاد تضرراً في الموجة الجديدة. الخشية والخرافات تحول دون إقبال الناس، فآراء عينة واسعة من الروس أظهرت رفضاً مطلقاً للقاح وعدم ثقة في السلطات، ومنهم من ذهب أبعد من ذلك، شراء شهادات صحية مزيفة. الارتياب واضح، الارتياب مقابل اللقاح ومقابل الأرقام الحقيقية أيضاً، فرقم 5 ملايين وفاة أقل من العدد الفعلي بسبب الاختبارات المحدودة والأشخاص الذين يموتون في المنازل دون رعاية طبية، خصوصاً في المناطق الفقيرة من العالم كالهند. وسط كل هذا لا ننسى أن من تلقوا اللقاح هم من البالغين والمرضى فقط، لكن هناك فئة لم يحسم بعد أمر تلقيها للقاح، الأطفال بين 5 و11 عاماً. بعض الدول أقرتها لكن بحذر.